حوالي 12 مشروع قومي، اغلب هذه المشروعات وزاره الاسكان متدخله فيها. ايه اهميه مؤتمر اقتصادي يجمع الحكومه مع رجال الاعمال في مناقشه مفتوحه للناس كلها؟ الحوار اهم حاجه. احنا بنقول دور الحكومه هو المساعده والتنظيم الفائق، انما اللعيب الاساسي هو القطاع الخاص. مفيش احسن من الحوار بين القطاع الخاص والمنظم علشان نقدر نوصل لاحسن حلول. المثلث الذهبي، محور 30 يونيو والتنميه اللي حوالينا، الطرق القوميه، كل دي مشروعات وزاره الاسكان النهارده هي معنيه مع بقيه اجهزه الدوله في تنفيذ هذه المشروعات المهمه جدا. دكتور هاني المسيري، حضراتكم في جلسه مناقشه سوق العقارات في مصر كانت الحكومه ورجال الاعمال بيتناقشوا على تكلفه البنيه الاساسيه او تكلفه المرافق، ميه وكهرباء وغاز، تبقى على الحكومه ولا على رجال الاعمال اللي بيبنوا بيطوروا منشات عقاريه؟ فانتوا وصلتوا لايه في احنا وصلنا حقيقه هي بتعتمد على الحاله. انت دلوقتي لو انت بتحاول تطرح محافظات حدوديه مختلفه وتمدها يمين وشمال، سواء زي ما اتكلم سياده الوزير على العلمين مثلا، انت مش هتقدر تقنعني انا اروح استثمر في العلمين ولا في بنيه اساسيه ولا في مصانع ولا في مدارس، فهو لازم ياخد الرياده في هذه الحاله. اهم مشكله بتواجه مصر هي ان احنا كلنا ساكنين على 7% لا تتطور منذ قديم الازل. بنتكلم على الاستثمار، البنيه الاساسيه مش تكلفه، البنيه الاساسيه استثمار ليها عائد. فبنتكلم ان المفروض ان القطاع الخاص يخش، يسمح للقطاع الخاص يخش ويشارك بالاستثمار في البنيه الاساسيه من خلال انظمه البي بي بي او البي او تي او الى اخره، اللي هو اللي بيجي القطاع الخاص يعمل مشاريع للبنيه الاساسيه ويبقى له حق يبيعها لفتره معينه، عدد معين من السنين، او يعمل بيها الاستثمارات بتاعته. البنيه الاساسيه موازنه الدوله، ما اعتقد ان احنا هنقابل كارثه ان احنا مش هنقدر نلاقي البنيه الاساسيه قبل التنميه العمرانيه ويرجع تاني لمشكله. ايه اهم مشكله اقتصاديه عندكم في لبنان؟ بص، احنا عندنا في لبنان مجتمع فيه بعض السلبيات مش رح انكر، واخرها مشكله المخلفات وكيف هي ادارتها، ولكن على الصعيد الاخر نحن بلد امن موجود عليه يعني قطاعات كثيره من بلدان عربيه اخرى، بالعكس كل دول الخليج بتستثمر عندنا في المجال العقاري، بتشتري عقارات وبتشتري ابارتمون او رح نقول مثل ما بيقولوا شقق لحتى يجوا يستمتعوا في وقت رائع بلبنان. مثل ما بتعرف هي بلد كثير كل اهلها ناس ما بيحبوا النكد ولا بيحبوا الحياة اللي هي رح نقول الهيديك اوفر طول اليوم، بل بالعكس نحن بنشتغل وبننتج وباخر اليوم لابد ان نحن نستمتع بحياتنا. فلهيك حقول لك هي بلد امن الى حد كبير رغم كل المشكلات اللي احيانا من الخارج بيشوفوها مشكلات كبيره بسبب عدم وجود رئيس جمهوريه حالي موجود في لبنان، ولكن نحن متعايشين مع الوضع وحياتنا نقدر نقول ان هي كثير كثير رائعه وكثير كثير سيفتي. يعني على سبيل المثال بنتكلم على محور قناة السويس. التكنولوجيا في العالم ما بتقفش، بتتضخم كل يوم وبتكبر وبيطلع خدمات كتيرة وجديدة. مثلا هضرب لحضرتك مثال زي الخدمة بتاعت التاكسي اللي كان عليها مشكلة الفترة اللي فاتت. تمام. دي كانت محتاجة تنظيم مش أكتر، لأن الضرائب بتدفع ودي المفروض ما خدمة قانونية وحاجة بتخدم الناس في الشارع. وكل ما يخدم المواطن والأعمال موجودة في مصر احنا محتاجينه. أنت عندك زحمة، عندك قصور في منظومة معينة بتاعة التاكسي مثلا، فحد فكر فكرة مبتكرة وحلها. هل الجزاء بتاعه يكون ان احنا عايزين نقفل الخدمة دي محاباة لمجموعة اشخاص مش عارفين يأدوا الخدمة بتاعتهم؟ فهي كل القصة محتاجة تنظيم، والنتيجة بتاعت الموضوع ان لا، دي شركة قانونية وشركة منظمة وبتدفع الضرائب بتاعتها وبتعمل كل هذا الكلام. فبالتالي احنا محتاجين تنظيم اكتر من يعني محتاجين قوانين اكتر منظمة للعمل في الجزئية بتاعت تكنولوجيا المعلومات.